بمناسبة اقتراب موعد أعياد المعلم والأم وعيد الفصح المجيد، انطلق في كنيسة الصليب المقدس معرض الأشغال اليدوية الذي يضم أكثر من 30 مشاركا، حيث شمل حرفا يدوية ورسومات وصناعات متنوعة بهدف تشجيعها، إضافة لتقديم الدعم للمشاركات. ولاقى المعرض إقبالا من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بما يحويه. هالمعرض بيتضمن صناعات يدوية، فنون تشكيلية، رسم على الزجاج، رسم على اللوحات، بتظهر الفن التشكيلي. هدفنا بهالمعرض استقبال هالسيدات وهالرجال، تشجيع الصناعات اليدوية، وأيضا تركيز على دور المرأة، دور المرأة في العمل. شيء حلو، كلها أشغال يدوية وكلها شيء حلو، يعني شغل نسائنا بحلب، يعني هن كتير عندهم هواية، عندهم موهبة. المشاركون أكدوا أن المعرض يهدف للتعريف بمنتوجاتهم وتسويقها، كونها احتاجت للكثير من الجهد وعكست الجمال والفرح. هاي مشاركة تانية لألي، يعني كمعرض تاني. أنا بلشت بشغل الشوكولا وشوي شوي تطورت إنه صرت أعمل علب يعني من كرتون. أنا بشتغل بالطبار والشوكيات، حبيت أشارك بهالمعرض مع إنه هلأ جايين على الأعياد، منهم عيد الأم، عيد المعلم، وأكيد عيد الفصح. هذا الشيء حبيت إنه أشارك بهدول المعارض لأنه بساعدوني حتى يكون في عنا دعاية وتسويق أكثر. حبينا نشارك لنعطي شوية فرح، لنرجع شوي البسمة. حاولت تكون أسعاري مدروسة بحيث أنه تناسب كل شرائح المجتمع، ما يكون في أنه قطع غالية. وتهدف هذه المعارض التي تقيمها كنيسة الصليب المقدس إلى دفع أصحاب الحرف والمهن اليدوية المنزلية إلى الاستمرار بأعمالهم، حيث يستمر المعرض لثلاثة أيام. للأخبارية السورية مصطفى كوسا، حلب.